تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أضع في المكان المناسب. هي، هو، أنا، أنت. لدينا أربع ضمائر. نضع كل جملة الضمير الذي يناسب الجملة. تشاركين في نظافة المحيط. تشاركين، أحسنتم، أنت تشاركين. قولوا أنت تشاركين في نظافة المحيط. أشارك في نظافة المحيط. أشارك، أحسنتم، أنا أشارك. أنا أشارك. قولوا أنا أشارك في نظافة المحيط. أنت تشاركين في نظافة المحيط. هنا لدينا يشارك في نظافة المحيط، أحسنتم، هو يشارك في نظافة المحيط. هو يشارك في نظافة المحيط. لدينا تشارك في نظافة المحيط، أحسنتم، هي تشارك في نظافة المحيط. إذن لدينا أنت تشاركين، أنا أشارك، هو يشارك، هي تشارك. ننتقل إلى التمرين الثاني. أختار الهمزة المناسبة لكل كلمة. لدينا همزة، هذه همزة، هذه همزة كتبت على الألف، هذه الهمزة، أي همزة كتبت على الواو، هذه كتبت على الألف، هذه كتبت على السطر، وهذه كتبت على النبرة. لدينا أربع أشكال تاع الهمزة. نضع الهمزة المناسبة في كل كلمة. نقرأ هنا الكلمة حذاء. ما هي الهمزة المناسبة؟ هل هي هذه أم هذه أم هذه أم هذه؟ حذاء، أحسنتم، اكتبوها على هذا الشكل. حذاء تكتب على السطر، هذه تسمى على السطر، هذه تسمى على الألف، هذه تسمى على الواو، وهذه تسمى على النبرة. لدينا مائدة. ما هي الهمزة التي نختارها؟ مائدة، أحسنتم، نختاروا هذه التي تناسب الكلمة. مائدة تسمى على النبرة، مائدة. ثالثا، مؤمن. مؤمن، نختار الهمزة على الألف أم على الواو؟ جيد، نختار على الواو. مؤمن. ثم لدينا إنسان. إنسان، أحسنتم، نكتب الهمزة على الألف. إذن أربعة أشكال تاع الهمزة، كل كلمة، كل همزة نستعملها في مكانها المناسب. حذاء تكتب على هذا الشكل، مائدة تكتب على هذا الشكل، تكتب على هذا الشكل، مؤمن يكتب على الواو، إنسان تكتب على الألف. التمرين الثالث، أدخل ال على الكلمات الآتية وألون نوعها. إذا لدينا كلمات ندخل عليها ال، سواء كانت ال الشمسية أم القمرية، ونلون الخانة المناسبة لها. إذن لدينا عناب، تمرين بالضمتين، عناب. هل نقول العناب أم نقول أعناب؟ أحسن نقول العناب. العناب، هنا تصبح ضمة واحدة، العناب. إذن ال هذه فيها السكون، ثم ال، أحسنتم، القمرية، نلون قمرية. نواصل، صندوق. ماذا نقول؟ هل نقول الصندوق أم الصندوق؟ أحسنت، نقول الصندوق، إذن شمسية. الصندوق، ونضع الشدة، الصندوق، ضمة، صندوق، الصندوق، وتسمى الشمسية، شد الشدة. نلون نوعه. كلمة ثالثة، فواكه. نقول الفواكه، الفواكه، ال بمعنى فيها السكون، ال وتقرأ تسمى قمرية. نلون نوعها.
إذا لدينا عناب العناب، صندوق الصندوق، فواكه الفواكه، قمرية الشمسية قمرية. نلتقي إلى التمرين الرابع. أرتب الكلمات لأحصل على جملة مفيدة. لدينا كلمات: جهاز، حاسوبي، يعلمني، مفيد، ويسليني. نعيد قراءة الكلمات: جهاز، حاسوبي، يعلمني، مفيد، ويسليني. الكلمة الأولى هو أحسنتم حاسوبي. حاسوبي جيد. جهاز أحسنتم جهاز جهاز مفيد جيد مفيد حاسوبي جهاز مفيد جيد يعلمني ويسليني الجملة المرتبة حاسوبي جهاز مفيد يعلمني ويسليني. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.